خلينا مشاهدينا مع حضراتكم دلوقتي كده نطمن على حالة الجو مع بداية فصل الصيف، نشوف كده ايه الاخبار، الجو اخباره ايه، مع دكتور علي قطب خبير ارصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا يا استاذة ماء، صباح النور بحضرتك وكل المشاهدين المتابعين معك. دكتور طمنا كده دكتور على الاخبار الجوية بقى، اخبار الجو ايه، والنهاردة يمكن بشكل فعلي بنبدأ فصل الصيف، فماذا عن الاجواء ان شاء الله يا دكتور؟ الحقيقة أن اليوم 21 يونيو بداية فصل الصيف جغرافيا وفلكيا، ولكن هو بدأ بقاله أسبوعين مناخيا. لازم نفرق بين المناخ وما بين فعلي التوصيف لفصل الصيف اللي هو 21 يونيو. طبعا احنا مقارنة بدول أوروبا فمصر بتستمتع بدرجات حرارة إلى حد ما معتدلة مقارنة بدول أوروبا، جنوب أوروبا، أسبانيا في مدريد وجنوب فرنسا وكذلك في ألمانيا درجات حرارة ما بين 39 ل 42 درجة مئوية. صحيح. طقس شديد الحرارة بيسود منطقة جنوب غرب أوروبا، في حين إن إحنا بنسجل درجات حرارة 35 درجة مئوية وأحيانا 36 درجة مئوية على القاهرة، وإحنا طبعا بنقيس ذلك بالقاهرة الكبرى. ان شاء الله نقدر نقول بيستمر معنا هذا الطقس غدا واليوم، درجات حراره 35 ل 36 درجه مئويه على القاهره الكبرى، بترتفع الى 40 درجه مئويه في صعيد مصر الاقصر واسوان. السواحل الشماليه افضل طبعا، درجات حراره بتكون ما بين 30 ل 31 درجه مئويه في الاسكندريه وكذلك مطروح وبورسعيد. نعم. اذا التفاوت في درجات الحراره والتنوع فيها ده يعطي فرصه للاستمتاع بالطقس من محافظه الى اخرى، وللسادة المصطفين بعد انتهاء الامتحانات طبعا التوجه الى سواحلنا الشماليه، فهي افضل المناطق للاستمتاع بالطقس، رغم ان فترات الليل بتنخفض درجات الحراره بغياب اشعه الشمس المباشره، والطقس بيكون ما بين معتدل لطيف، ولكن احيانا الشبوره المائيه بتتكون نتيجه ارتفاع الرطوبه النسبيه، فالرطوبه النسبيه عامل مؤثر في زياده احساسنا بحراره الطقس. صحيح. نقدر نقول هيبقى في موجه قصيره ترتفع فيها درجات الحراره خميس جمعه سبت، هتصل فيها درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 40 درجة مئوية يوم الجمعة والسبت، وده طقس شديد الحرارة. لذلك احنا دائما بننصح كل السادة المشاهدين في ظل الأجواء الساخنة اللي بتكون فيها درجات الحرارة مرتفعة، شرب السوائل بقدر الإمكان، البعد بقدر الإمكان عن تواجد في أشعة الشمس المباشرة خاصة في وقت الظهيرة ما بين الساعة 1 للساعة 3، ارتداء الكاب على الرأس، يفضل انه كاب ذات الالوان الفاتحه عشان يعكس اشعه الشمس. نعم. يفضل ايضا ان يكون اللبس من الملابس القطنيه، وده كله طبعا ان شاء الله طبعا بتنفيذ مشاريع الدوله من خلال المناخ الاخضر هيكون ليه تاثير ايجابي على جمهوريه مصر العربيه بعد المشاريع اللي بتقوم بها الحكومه من تفريغ القاهره من الكثافه السكانيه اللي فيها بانشاء مدن جديده، استزراع واستصلاح اراضي في الصحراء، المناخ الاخضر واستبدال السيارات القديمه، كل هذه المشاريع يا استاذه ما بيكون لها تاثير ايجابي على المناخ وعلى مناخ العالم، ونتمنى ان شاء الله نجاح لمؤتمر المناخ الذي سوف يعقد على الاراضي المصريه ان شاء الله في شرم الشيخ مدينه السلام في كوب 27 في نوفمبر القادم ان شاء الله. نشكر حضرتك جزيلا دكتور علي قطب خبير ارصاد الجويه على توضيح حاله الطقس خلال هذه الايام، وزي ما استمعنا لنصيحه دكتور علي ان احنا نتوخى الحذر جدا خلال فترات ارتفاع درجات الحراره تحديدا فتره الظهيره، نتناول يعني السوائل والميه على مدار اليوم بالتاكيد، دي من الضروريات، نتناول الاطعمه كمان المفيده الغنيه بالسوائل واللي فيها عناصر غذائيه مفيده جدا عشان تحمينا من الفقد طبعا اللي بنفقده من المياه والسوائل خلال اليوم نتيجة ارتفاع درجات الحرارة كمان بتكون أحيانا مصحوبة بالرطوبة الشديدة.